من البدايات الأولى لمهران الأقصر مر بمجموعة إيجابيات من جهات ومن أفراد ومن أهلنا اللي محتاجين شعاع ضوء يبقى موجود عندهم، متشوقين ليه جدا جدا جدا. يعني الأكثر من كده أنه قربنا من أفريقيا جدا اللي هي الوطن الأم بتاعنا كلنا، اللي قبل المهرجان كان من الصعب ان احنا نفكر في افريقيا احنا وجمهور الاقصر والعديد من السينمائيين المصريين والضيوف اللي جايين، كان صعب قوي انك تفكر كافريقي مصري. كانت المسألة انا بفكر مصري او اوغندي او سوداني او اثيوبي او جنوب افريقي، لكن دلوقتي كمواطن افريقي في وطن من الاوطان اللي موجودة. وبدأت الناس تتعرف على بعض بشكل أوضح بشكل جيد جدا، أن الأفارقة بقدر ما كان في البعض هناك نظرة ما مش واخدين حقهم أو في المكانة، يعني اكتشفنا واكتشف الجميع أنه في الأفارقة في الشتات أو الأفارقة في الهجرة كل مشاعرهم وحنينهم لهذه القارة والوفاء ليها والعرفان بفضلها، ومنهم ناس وصلوا ان يبقى في اهم مخرج افريقي موجود في امريكا او موجود خارج افريقيا او زي هاي الجريمبا زي العناصر ديت يعني. وبدأت مساله انه هناك سينما افريقيه يتم التعامل معها بشكل اكثر ايجابيه، انه هذا الفيلم هيخلي مخرج معين يسافر مع الفيلم لدوله اخرى انه هيشارك في مهرجانات ال واللي مهرجان الأقصر من أحد الجوانب المهمة بالنسبة له أنه خد على عاتقه حاجتين، أنه بعض الأفارقة مش متوفر لهم اللي هو الدورة التدريبية أو ورشة العمل أو فبقت مسألة أن يجي الشاب الأفريقي هنا وتتاح له فرصة أنه يدرس السينما وكمان انه ممكن ينفذ المشروع بتاعه، لدرجة ان احد خريج هذه المشروعات وهو من السودان، والسودان السينما متوقفة فيها بقى لها اكتر من 25-30 سنة اللي هو نشاط السينما، هذا الفيلم وبدعم من المهرجان خد يعني مجموعة من الجوائز الدولية اللي هو ستموت في العشرين اللي هو اثار هذه الضجة، ده خريج ورشة المهرجان السينما الأفريقية والعديد من المخرجين اللي من دول أخرى اللي خدوا الفرص بتاعتهم، كانت الفرصة الأولى من خلال هذا المكان. في بعض الضيوف اللي كانوا متشوقين جدا جدا لمسألة أنا أفريقي، فمنهم برضو مخرج أثيوبي اللي هو هايلي جريما، أكبر مخرج يعني أهم مخرج أسمر موجود في أمريكا، انه لما وجهت لي الدعوه ان هو يجي مصر، هو معاه الباسبور الامريكي بس رفض انه يجي مصر ولا ياخد التاشيره الا بالجواز السفر الافريقي، لانه جاي يعني الدوله اللي هو بيحلم بها لسنين طويله جدا 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 قبل كده. الامثله دي كتيره جدا جدا في انه ازاي هذا المهرجان خلق قاعده وقوة ناعمة جدا جدا في مختلف أنحاء الدول الأفريقية، على مثال 52 دولة تقريبا لا توجد دولة إلا وأحد طلابها أو العديد من شبانها اتعلموا السينما هنا، أنه يعني اتفجر وعيهم ونمى وعيهم بأنه أفريقيا ليست مجرد مكان ينظر إلى النظرة الفوقية، لكنه ند وعنده القدرة على المنافسة بشكل متحضر جدا جدا جدا، وانه يبقى له تواجد على الارض كمثقف وكسينمائي مهموم بهذه الارض، انه عارف النيل دوت شعبه ايه اللي هو قريب ليه، مساله اللحمه البشريه واللحمه الفنيه، وانه يبدا التفكير في المشاريع المشتركه وما اليه. هم بيعانوا معاناه شديده جدا 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 عشان يعمل المشروع بتاعه، بس بقى جزء من همومه انه يكون عنده المشروع المشترك الأوغندي الكيني المصري السنغالي وهكذا يعني. وبدأ يبقى فيه نوع من أنواع محاولات الاهتمام بأنه إزاي يبقى فيه
سينما أفريقية مشترك، إنتاج أفريقي مشترك، تعاون فني مشترك، مسألة اللحمة بتاعت الأفرقة، هذه الأفرقة وتغلب على عوامل يمكن للبعض، يعني في بعض الضيوف من الشباب الأفارقة اللي جم مصر، واحد منهم مثلا مشي حوالي 3 أيام على غير ما فيش مواصلة بين بلده والمنطقة اللي حواليها، عزيز من بتسوانا من حاجة زي كده، رحلة اللي جاي مصر دي رحلة أصبحت ممكن تتحقق على أرض الواقع، ويعود مرة أخرى إلى وطنه كسفير لينا موجود هناك، لأن نقطة الوعي اللي اتفتحت دي كانت من خلال هذا المهرجان. وده يعني هسيب الفرصة لحد. يعني النقطة دي المثيرة جدا جدا، إن مصر للطيران بتروح في 5 نقط بس في أفريقيا جنوب الصحراء، بقوا 7، في حين ماشي 7 7 في القارة كلها، في 40 في 54 لا ما أنا بتكلم إحنا في الشمال موجودين، إحنا في الشمال أفريقيا موجودين، إنما بتكلم على الجنوب مفيش. فطبعا زي ما أستاذ فاروق ممكن تجيب شاب حرام من مدغشقر مثلا ها عشان يجي مصر، لا ده ممكن يقعد مش 24 ساعة 48 ساعة، لازم يطلع باريس ويجي من باريس، لا أو يروح جنوب أفريقيا ويستنى مش عارف إيه وهكذا، لازم ترانزيت. على مدى 10 سنوات أنا أعتقد أن أصبح لنا سفراء في هذه القارة، سفراء غير رسميين كلهم أفارقة، يتجاوز أعدادهم 2000 أو 2500، لو قلنا أن في كل دورة فيما يقرب من 100 أو 120 أو 150، فأصبح لنا سفراء في هذه الدول على مجموعة مستويات، على مستوى الثقافي، على مستوى السينمائي، على مستوى الإحساس بالنبض الأفريقي والمواطنة، مسألة مهمة جدا جدا. أنا أعتقد ده جزء من الأجزاء بتاعت المهرجان، بالإضافة للتواجد الحميمي مع أهل الأقصر والصعيد المحروم أصلا من السينما أساسا، لا توجد دور عرض حاليا في هذه الأماكن، فمسألة العروض وأن يبقى في المحافظة الطلبة جامعتنا أنه طلبة المدارس وإقبالهم على المكان، محاولاتنا إحنا للترويج إلى هذه المسألة، وفي إطار أنه تفتيح أفاق هؤلاء الطلبة والشباب على قضاياهم الأفريقية وقضاياهم الإنسانية ومشاركتهم الفنية وما إليه، بالإضافة لأشياء أخرى وجوانب أخرى كثيرة. أشكرك.